جميع المجالات الفنية. يعني أنا عملت بدأت في السينما وكان بداية مع فنان الكبير فريد شوقي كان فيلم أبو حبيب وبعدين اشتغلت في التلفزيون مع بداية الإرسال التلفزيوني وبعدين اشتغلت في المسرح بعدين اشتغلت في الإذاعة بعدين يعني في جميع المجالات الفنية اشتغلت فيها وأنا يعني في بعض الفنانين السينمائيين أو بعض العاملين في السينما كمخرجين ومنتجين كانوا غير راضيين على إني أعمل جميل. يعني مش بحب جهة معينة من العمل ولكن بحب التمثيل نفسه. أي عمل جيد في أي مجال بيشدني بوافق عليه وفعلا يعني أنا أثبت إنه نجاح الفنان في أي مجال بيجمع جماهير كثيرة له يعني ده لا يتعارض مع إنه منتشر في مجالات كثيرة والانتشار الكثير معناها نجاح كبير فأنا سعيدة بنجاحي في كل المجالات الفنية والأكبر اللي أسعدني أكثر جمهور لي جمهور أنا بحبه وبحترمه وبقدم له اللي يرضيه ولا أرضى أبدا إني أعمل عمل فني أنا غير راضي عنه حتى لا أفقد احترام وحب الجمهور لي. نعم، أبرز الأعمال التي